سارة حدادي في عمري 23 سنة et je suis une passionnée mécanique automobile. Alors la mécanique حكايتها une histoire d'amour معايا. كنت صغيرة جوني سا كي جبت la voiture تاعي pour la première fois découvert واش معناتها طيح en panne ou تدبر راسك وحدك. Donc راك obligé تعلم la mécanique. مالا هادي نمطيوها تما كنت ابرونتي خدمت دون ان غاراج ان طونك ابرونتي تعلمت لا ميكانيك ما تعلمتهاش كومبليتمون شو با اون بروفيسيونيل مي ان شاء الله نقدر نلحق نخدم خدمه فريمون كبيره نديرو هاكي زيرك هاو هنا سي بون قريب كاين بزاف الناس اللي يقولوا لك انت يا مرا ما تقدريش تلحقي لها باسكو فوالا الفرصه ما كاش بالك بسيش بالك يا كلكو تكنيك اللي انت ما تقدري لهم شاتو مي كي لحقت خدمت عند الناس وين يما انكوراجي وشافوا فيا بلك نقدر صح ندير خدمه اللي ميم راجل يقدر يديرها شفت بلك كاين اسبوار وزد حبيت هاد العفسة انكوغ بلوس ولا يقولوا لي دو بريفيرونس ما نجيبوش مرا تخدم عندنا باسكو لي كليون حيشوفوا مرا تخدم لهم طوموبيلتهم حيقول لك سير بولون ماشي مسير ماشي مزير مليح تما ماش حيروحوا مهنيين دونك يزيفيت يجيبوا مرا تخدم عندهم. واش كاين دوكا؟ شنو ندير لك كارونتي؟ اه شونجمون دبوج اي مرا حبت تبدا تدخل في هذا لو دومين انا ننصحها تبدا تبدا تحوس تفهم ديجا او لازم تكون عندك هذيك تاع تحوسي تفهمي لازم باسكو لو كان تفهمي عفسه بلا ما على بالك منين جات وشنو هي الخدمه تاعها وشنو هي لا ريلاسيون تاعها مع عفسه واحده اخرى ومنها ما حت مش حتافونسي. Je vous conseille soit يدخلوا يقراو باش يتعلموا لا تيوري ولا براتيك soit يشوفوا كاش كاراج ولا في تما برك عندهم قدامهم اذا اكسبتوهم ابرونتي يدخلوا يتعلموا النيتواياج يتعلموا لي كلي يتعلموا لازم نجوزوا كاع من هاد ليتاب وان شاء الله نتمنى لهم كامل يحلوا دي كاراج ونخدموا كاع كيف كيف.